احنا الان كنتواجدوا امام منزل وكريم محمد السائق المهني اللي كيزاول المهمه ديالو ما يقرب عن 20 سنه وكيزاول المهنه ديالو غير عبر اتجاهات افريقيا فقط، هو كيخدم غير اتجاهات افريقيا. فكتوضيح هذا الشخص هذا كنعرفوه من اطيب خلق الله، والمشكل اللي كان وقع له كان متجه الاتجاه ديال مالي باماكو، فاذا به كيتعرضوا لواحد عصابه مكشوفين الهويه، تصاب برصاص الغدر من عند عصابه يعني مجهولين الهويه. لحد الساعه حنا كنطالبوا من عند المسؤولين باش يسارعوا بالبحث ونعرفوا شكون، يكشفوا لنا هويه هاد المجرمين اللي اغتالوا هاد الاخوان ديالنا، لانه هو الحمد لله لطف الله انه غير تصاب بالرصاص، ولكن السائق المهني الثاني اللي كان جاي من موراه راه تقتل مسكين وحاله يعني ماشي هذيك، يعني تقتل بواحد الطريقه بشعه. وبالنسبه للناس اللي كان معاه واحد السيد راه توفى مسكين، والكونفويور اللي كان معاه حتى هو نجا بالحق، الشاحنه اللي كانت من موراه راه السائق المهني مات تقتل، وبالنسبه للسيد اللي كان معاه حتى هو راه توفى مسكين. وبالنسبه للاسعافات الاوليه اللي كانوا تلقاوها كانوا شويه المعاناه، لان كتعرفوا ان مالي يعني الامكانيات شويه ضعيفه، داو لواحد المستشفى ولكن غير شبه مستشفى ما كاين ما يتشاف، لان السيد تصاب بواحد النزيف ديال الدم مشى منه بزاف، الناس بغاو يعاونوه يعطوا واحد المساعده انهم يقدموا الدم، ولكن الامكانيات باش انهم ياخذوا الدم يقدموا له ما كايناش مره. من بعد ملي الحمد لله بفضل المنابر الاعلاميه اللي واكبوا الحدث ووصلوا الصوت المعاناه والمخاطر اللي كيواجهها السائق المهني اثناء اتجاه ديالو لافريقيا، الحمد لله استجابه لهذه الالتفاته اللي عملوا المنابر الاعلاميه وصلت للمسؤولين، وصلت حتى لسيدنا الله صاحب جلاله نصر الله اللي عطى التعليمات الساميه واصدر الاوامر ديالو للسفير يعني في السفاره المغربيه، والحمد لله مشى وحضر بيده وداو الحمد لله لحد الساعه داو لاحسن مستشفى مالي، واحد المستشفى اللي هو معروف في مالي في باماكو العاصمه، المستشفى ديال باستور. الحمد لله هو في صحه جيده، وعملنا معاه في ابي الفيديو وشفناه والحمد لله راه في صحه جيده يعني الحمد لله. بالنسبه للشاحنات، الشاحنات راه كانت واحد الشاحنه الاولى كانت صابت بالرصاص اللي كان جاي في الاول، كان جاي خاوي كان غادي للمغرب، الحمد لله هذاك ما فيه حتى شي حاجه، ولكن كاين اصابات، كاين يعني سميتو اثار ديال الرصاص في الشاحنه. بينما سي وكريم الحمد لله دابا راه في صحه جيده. الشاحنات اللي كانوا تما، الشاحنه ديال وكريم الحمد لله راه سيبطوا واحد الكاميو دا السلعه الموليه وصلت لهم في امان الله وحفظه. الشاحنه الثانيه راه سيبطوا واحد سميتو واحد الشاحنه من باماكو، خداو السلعه اللي تما والكاميو راه خرجوه من ديك البلاصه اللي كان غارق فيها. الحمد لله امور مزيانه، الكاميونات داهم حدا يعني الدرك ديال الجمعيه ديال الدوله ديال مالي يعني قريبا لباماكو بواحد 100 كيلومتر يعني تقريبا عند الدرك، راه الشاحنات مامنه والحمد لله. دابا ملي دخل صاحب جلاله راه كنحمد الله ونشكره، هذا هو الهدف ديالنا. بالنسبه للاعتداءات في مالي، واش هذه اول مره بهذا الشكل ولا كانت اعتداءات سابقه؟ لا، بالنسبه للمخاطر ديال افريقيا احنا دائما كنواجهوا، بحكم انني خدمت ذاك الاتجاه وكنعرف المخاطر اللي كنمروا منها، فعلا كنتعرضوا للسرقه، كنتعرضوا للنابك، ومؤخرا كنا تعرضنا لقطاع الطرق اللي كانوا بقاو يعني المغاربه ما يقرب عن 25 يوم حتى الماكله ما بقاتلهمش مره، ولكن تدخل صاحب جلاله ووصلوا لهم يعني الحمد لله مساعدات وسميتو المسائل الطبيه اللي احتاجوها، ومن بعد راه المشكل تحل الحمد لله. دابا في المغرب ما بقاش عندنا مشكل مع قطاع الطرق ولا يعني الطريق ديال قندهار ما بين المغرب ما بين الكركارات وسميتو موريتانيا، الحمد لله الامور تيسرات، حتى في موريتانيا الامور مزيانه، ولكن كتبقى بعض المره هذوك قطاع الطرق اللي ديال العصابه ديال البوليزاريو مره كيخرجوا، ولكن الحمد لله المشكله ما بقاش. انا ما عرفتش دابا هاد الناس هادو اللي جاو يعني جاو مقصودين، يعني جاو استهدفوا مغاربه، يعني هاد الناس ما تعرضوا لا للسرقه ولا النهب ولا السرقه ولا حتى شي حاجه، هادو جاو مقصودين كيقصدوا غير الشاحنات المغربيه، لان كاين سائقين يعني ماليين وكاين سائقين يعني اجانب، ولكن يعدون رؤوس اصابع، ولكن هادو استهدفوا مغاربه ما سرقوا حتى شي حاجه، بينما ارادوا فقط القتل. يعني لحد الساعه يقول بانه كاين ايضا عصابات ديال البوليزاريو تما، الى اي حد كاين؟ فعلا العصابات ديال البوليزاريو كنعانيو منها من زمان، هذه سنين ولحد الساعه باقي كنعانيو، ولكن الحمد لله ملي كان وقع المشكل اللي قلت لك ديال انهم تعرضوا وقطعوا الطريق، كان دخل صاحب جلاله ويعني جات القوات المسلحه الملكيه جراو عليهم مر، هذا المشكل ما بقاش الحمد لله. ولكن هذا الشيء هذا اللي وقع حاليا احنا ما عمرنا سمعناه، فعلا تعرضنا للرصاص، تعرضنا للرشق يعني بالسلاح بكلاشنيكوف وداك الشيء، ولكن بهذه الطريقه ان الانسان يقتل ويطرطق الراس ديال الشخص والهدف ديالو ما سرق ما حتى شي حاجه، مازال قبل كانوا كيسرقوا، يعني كيهبطك وكيسرقوا لك وكتمشي بحالك وما كيقتلكش، ولكن باش توصل انها القتل فهذه كنظن انها يعني سياسه وطنيه. يعني كنطالبوا حنا من المسؤولين، والحمد لله عندنا الثقه الكامله في يعني المخابرات العسكريه ديال المغرب ولا ديال المالي باش يتم كشف هويه هاد المجهولين ونعرفوا شكون هما وشكون اللي كان عنده يد اللي في هذا الاغتيال اللي وقع الاخوان ديالنا.